طبعا الغذاء يعتبر جزء أساسي ومكون رئيسي من الأسباب الرئيسية اللي يؤثر على البشرة والشعر. طبعا عادة الواحد لازم يروح يشوف الفحوصات الأساسية، مثلا مشاكل الغدة وما إلى ذلك، لأنها بيكون هذه سبب رئيسي ما له أي علاقة بالغذاء. لكن إذا طلع الإنسان سليم الحمد لله وما عنده أي مشكلة ثانية، فغالبا السبب الرئيسي في مشاكل البشرة والشعر يكون بسبب نقص بعض الفيتامينات والمعادن اللي جدا مهمة إنه الإنسان يتناولها. طبعا احنا كعيادة ككل، احنا يعني تحت مسمى شركة لائق الطبية وعيادات لائق للتغذية، طلعنا اول منتج عندنا في الشركة، وهو عبارة عن اكياس المخدات الحرير. لانه احنا بننام تقريبا من 8 الى 9 ساعات، واثناء هذه 8 9 ساعات بيصير احتكاك مباشر بين الوجه والشعر وبين غطاء المخدة اللي الشخص نايم عليها. الحرير فيه خواص طبيعية موجودة سبحان الله، لأنه هو بينصنع طبيعي من دودة القز مباشرة. فالحرير فيه خواص مضاد للبكتيريا، مضاد للفطريات، سبحان الله، ناعم جدا على البشرة. هو أقل نوع من أنواع الأقمشة اللي ممكن يحتك فيها الشعر أو بشرة الوجه. فكان توجهنا أنه بدل ما كنت أنا دائما بشتري هذا المنتج من الخارج، وبلاحظ أنه كل مدونات الجمال والفاشينيستاز والجميلات العالم برا والمودلز كلهم دائما كانوا يعني دائما يقولوا أنهم بيستخدموا غطاء مخدة حرير ويسووا دعايات لبعض شركات معينة أجنبية. فإحنا سوينا بحث كامل عن الموضوع وعرفنا نفس نوعية السلك اللي كنت أنا أجيبها من برا، واستخدمنا نفس نوعية الحرير هذا، وصرنا ننتج. إحنا أول ناس ننتج في الخليج العربي كله أكياس المخدة الحرير، وعطيناها اسم جلو تحت شركة لائق الطبية. عندي أنا قاعدة أساسية، على قد ما تهتمي فيني ههتم فيكي، هذا المخدة الحرير بتقول. فلأن المخدات الحرير من أرق الأقمشة الموجودة، فدائما العناية فيها لازم تكون، طبعا في عناية بس مو مجهود يعني أبدا، يعني المسألة بسيطة، مجرد أنك يا ترسليها تتغسل دراي كلين أو أنك تغسليها على اليد بالماء الباردة بس. يعني طبعا ما تحاولي تحطيها مع الغسيل في الغسالة مع الأقمشة الأخرى عشان ما تبدأ تفقد خواصها. فكل ما اهتميتي فيها كل ما اهتمت فيكي أكثر. الحرير في ميزة من الأساس، أنه سبحان الله هو يفضل المفعول حقه موجود إلى فترة معينة، يعني ممكن تقريبا نقول أنه استهلاك شهر إلى شهرين مع تكرار الغسيل للمخدة تبدأ تفقد خواصها، وسبحان الله بيبين على نفس الماتيريال. ف this is why you have to replace it، يعني لازم طبعا كل فترة تجيبي مخدة جديدة. فهذا تقريبا المختصر تبع منتج جلو عندنا، وان شاء الله يا رب نرسل لكم وتشوفوا الافكت حقه ونسمع نتائج حلوه.